Impara l'italiano con noi. Impara l'italiano con noi. Impara l'italiano con noi. Ta'allam al- Questo nuovo video vi piacerà molto, sono sicura. هذا الفيديو الجديد سيعجبكم كثيرا، أنا متأكدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترفع الستارة لنشرح نص قصير للمبتدئين، فيه أفعال بسيطة، فيه زمن بسيط يمكن المبتدأ أنه ينطلق انطلاقة جميلة. Rivediamo insieme l'italiano. Rivediamo insieme l'italiano. Vi lascio adesso e buon lavoro. Ciao ciao, alla prossima. مساء الخير أعزائي. والله أنا الحين فرحانة برشا برشا بالوقت اللي عديته معاكم في هذا العامين هذوما اللي بداوا من يوم 14 من شهر 11/2016 ويتواصلوا حتى 14/11/2018. حققت في هذه القناة فرحتي معكم، تجاربي البسيطة معكم، وحاولت أني أمارس هوايتي وهي التعليم بصفة عامة. وأنا أقول لكم أني معلمة للفرنسية وللإيطالية واللغة الإنجليزية. كانت لهذه النافذة فرصة كبيرة جدا 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 أني وصلت لكم. وطبعا هذه القناة تعتبر يعني حصاد في صحراء قدام القنوات العملاقة مثل قناة أحمد أبو زيد، هذا اللي نستحضره، ومثل قناة وات الكثير اللي تعلم الإنجليزي والحاجات الجميلة الثانية. لكن قناتي كذلك أنا نعتبرها كبيرة في عيوني مهما صغرت أمام قنوات الثانية. إن شاء الله أكون قد يعني عبرت عن اللي في داخلي، وإن شاء الله تشاركوني فرحتي. وبارك الله فيكم وشكرا. والكلمة الأخرى اللي نحب نقولها هي تعليقاتكم. حقيقة تعليقاتكم مشرفة 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 جدا جدا جدا، رغم ضآلة العمل أو صغر العمل اللي نقوم به. ففعلا يعني سعيدة بتعليقاتكم. بارك الله فيكم جميعا.